السناتور من بلدنا سناتور بايدن كان اللي هو من نائب الرئيس المنتخب حاليا. لأنه في كان في البلد في كل ولاية في بيساعد والحكومة بيساعد المعاقين، يعني في assistive technology بيسموه. فرحت أدور هناك، رحت على مكاتب كثيرة فقالوا لي أوكي تعال رجعي بكرة. قعدوا يعملوا هيك فيا لسنة، ففي الآخر زهقت وأنا أروح على المكاتب، فروحت على مكتب بايدن فساعد طبعا بايدن فيها. فأول ما رحت عنده حكى بالتلفون وأجوا دوري على بيتي وجابوا لي هذا الكرسي وعملوا لي كاميرا عليه وحطوا لي في البيت أسانسير. السناتور بايدن لحد هلا المكتب تبعه بيساعدني. أنت ذكرتي نات كين كول وأغنية ابتسم، طبعا في التراث العربي هناك شيء مقابل لقصيدة لإيليا أبو ماضي، قال السماء كئيبة وتجهما قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء، قال الليالي جرعتني علقمة قلت ابتسم ولئن تجرعت العلقمة. أعود الآن إلى الصور، صورة هذه السيدة التي أريد أن تعلقي عليها أيضا في غزة. هذه صورة في ناس أعطوني هناك، أخوه للدكتور اسمه الدكتور فاتي عرفات، أخوه لياسر عرفات أعطاني هذا التوب ونزلنا على غزة أخذنا الصور. نستعرض صورة أخرى وهي من صيدا أعتقد في لبنان. هذه برضو سنة 82 كنت أنزل على صيدة على الحدود تحت على صيدة وعلى حدود لبنان مع إسرائيل وأخذت الصورة هاي وقتها. طبعا هذه الصور التي استعرضناها حتى الآن في التي التقطتها في غزة وفي لبنان كانت قبل أن يشتد مرضك، مرض التصلب. الآن في الوقت الراهن كيف تعتقدين أن فنك قد اختلف عما كان عليه في السابق؟ أنا هلأ أكثر شيء مهم عندي أنه أساعد المعوقين في البلاد العربية، هلأ في فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي كل بلاد العربية إحنا المعوقين خصوصا الأطفال. يعني أنا رحت السنة اللي فاتت على رحت على الإمارات، الأطفال المعوقين لهم مدارس خصوصي بيخلطوا همش مع الأطفال الثانية، يعني فين مكان في كل بلاد بتلاقي الأطفال المعاقين دائما بحطوهم في مدارس خصوصي. يعني مش عشان حاجة مخصوص بس هيك متعودين. فإحنا هون في أمريكا بتلاقي الطالب المعاق مختلط مع المجتمع، يعني بيعملوا له أي إشي يساعد عشان يجي على المدرسة يشوف غير أطفال. هلأ الوزير في دبي في كتير كويس، كتير أجا هون على أمريكا عشان يتعلم كيف بيعملوا هيك، كتير كتير على اتصال معي تعرفت عليه، كان في مؤتمر في واشنطن للأطفال المعاقين كيف بخلطوهم. فالمكتب تبعه بتصل دائما معي كتير كويسين. وبعدين هلأ في دبي في واحد ببلشر، شو الببلشر يعني ناشر. بده يعمل كتاب عن صوري وكل الفلوس من الكتاب بده يروح عشان بده يساعد المعاقين في assistive technology في البلاد العربية. ممتاز. الآن على ذكر الأطفال هناك صورة أخيرة أريد أن نطلع عليها المشاهد، و
التقطت على ما يبدو كذلك في بيروت. هذه دول أطفال صبروا شتيلة، لأنه وقت صبروا شتيلة أنا كنت في لبنان، انزلت على الشوارع عشان وشفت الأطفال هدول في الشوارع فأخذت صور لهم. بالنسبة للصور التي التقطتيها خارج منطقة الشرق الأوسط، صور ربما التقطتيها هنا في الولايات المتحدة، هل تشعرين بالارتياح، نفس الدرجة من الارتياح للصور التي التقطتيها هنا في الولايات المتحدة كما تشعرين إذا الصور التي التقطت في الشرق الأوسط؟ أنا ما أخذت الصور كثير في الشرق الأوسط، ما بعرف ليش، لأنه إحساسي كله مع الشرق الأوسط. أنا لما بنبسط لما بروح على الشرق الأوسط، في عندنا تاريخ، طلع التاريخ في كل بلد عربي في تاريخ، مش موجود التاريخ هذا هون. يعني مصر فيها تاريخ قديش عمره، بتروح على فلسطين، بتروح على تروح على كل بلاد، على ليبيا، على لبنان، على الإمارات، كل بلاد العربية لها تاريخ، وأنا بحب أخذ صور لتاريخ العرب. طيب سؤال أخير في هذا الجزء من البرنامج، بدأنا الحديث عن والدك وعن صداقته مع أمريكي أسود، بالنسبة لباراك أوباما ما هي توقعاتك أنت كعربية أمريكية في هذا الوضع وكفنانة كذلك، بالنسبة لما قد يمكن أن يتحقق للعرب وللعرب الأمريكيين في ظل إدارة يقودها باراك أوباما؟ باراك أوباما، ميشيل أوباما مرته، أبوها كان مريض بنفس المرض تبعي، مات في نفس المرض تبعي، فأظني هم عندهم إحساس كتير مع الناس، مع الإنسان معاق. فأنا بقول إن شاء الله يا رب يساعدوني عشان أساعد المعاقين في الشرق الأوسط، وإن شاء الله أكون أول مصورة معاقة أخذ صور للرئيس أوباما. المصورة العربية الأمريكية ليلي بندك، بعد الفاصل قصة صور أخرى لا تقل إثارة. اصرف وحلق مع بطاقات كيو ان بي الائتمانية المشتركة مع القطرية. Energy to life. أهلا بكم مرة أخرى في برنامج من واشنطن. عندما أعلن نبأ وفاة الزعيم الإيراني آية الله الخميني في 3 يونيو حزيران عام 1989، كانت المصورة الأرمنية الأمريكية ألكساندرا أفاكيان تزور المغرب،
فغادرته على الفور وسافرت إلى طهران